ومراجع آيات أحكم البارئ إعجاز فياض ماتع لرواية ورش نفحات ونظام علوي رائع طوبى للمؤمن يتلوها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول إمام المحققين إمام القراء الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى: وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع: يعطى بهم ملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله ولا ينل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية، ما زلنا نستكمل ما قد بدأناه في الحلقة السابقة. وكان في مطلع الحلقة السابقة قلت لكم أعددت لكم بهدية، الهدية ألا وهي تلخيص رواية ورش. الهدية ما هي إلا تلخيص رواية ورش. الجداول المعدودة دي يا إخوة أخوات هي ما هي إلا هدية لرواية ورش عن الإمام نافع المدني. فكل من أراد أن يعلم أو أن يتعلم رواية ورش بأوجه ثلاثة البدل فعليه بهذه الجداول بفضل الله تعالى. تعالوا كده سريعا ننظر إلى الجداول. إحنا النهاردة معانا على فكرة ثلاث جداول، أنا مش عايز أثقل عليكم، خدنا المرة اللي فاتت أربع جداول، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى ثلاثة جداول أخرى، وسنستكمل بإذن الله تبارك وتعالى إن قدر لي البقاء واللقاء ما بعد شهر رمضان باقي هذه الهدايا أو باقي الجداول في رواية ورش عن نافع المدني. آخر حاجة بأكد عليها من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وهنطلق من بعدها، ألا وهي مد اللين المهموز. لو عرضنا الجدول مد اللين المهموز، وقلت أن مد اللين المهموز بذكركم به اللي أنا قلته في الحلقة السابقة كنحو شيء وشيء وسوء. ده مثلا على سبيل المثال عشان ما حدش يقول يا شيخ انت حطيت شيء وشيء وسوء ما فيش غيرهم. خلي بالك أنا قلت الحلقة اللي فاتت قلت إن كلمة لين أقصد بها الواو والياء، واو وياء اترسم أو رسم عليهما رأس الحاء الصغيرة، زي ما أنتوا شايفين شيء وشيء على الياء رأس الحاء، وعلى سوء على الواو رأس الحاء. طب ومهموز؟ لأن الياء والواو اللينتان جاء بعدهما همزة، لأجل ذلك سمي باللين المهموز. سميناه باللين الإيه؟ المهموز، لأن الياء والواو اللينتان رسم بعدهما الهمزة أو جاء بعدهما حرف الهمزة. طيب قصر البدل قلت لازم أوسط أربع حركات، لازم أوسط أربع حركات لو أنا بقرأ بقصر البدل. طب يا عم الشيخ لو أنا عايز أختم الختمة ووسط البدل في رمضان أعمل إيه؟ هتوسط اللين المهموز برضو أربع حركات. طب يا عم الشيخ لو انا نفسي اختم ختمه في رمضان اشبع البدل امده سته البدل اعمل ايه في اللين المهموز؟ افتكروا معايا مقوله نصيب الاسد، التوسط اربع حركات والاشباع ست حركات. بس ممكن سائل يسالني ويقول لي ايه هو يا عم الشيخ دلوقتي انا لو حبيت اختم ختمه في رمضان
واشبع البدل. لازم كل ما يجيني لين مهموز اعمله مرة اربعة ومرة ستة؟ لا، ده ليك انت، ده ليك انت عشان تتعلم. لكن لو انت هتختم ختمة هتختار في اشباع البدل، يتوسط اللين يتشبع اللين، مش لازم تعمل الاتنين مع بعض، يتوسط يا تشبع. لكن في قصر البدل طبعا مالكش الا توسط، في التوسط البدل مالكش الا توسط اللين المهموز. اشباع البدل هو اللي في الوجهين، توسط اللين واشباع اللين. جيت بعد كده قلت قد ياتي في القران الكريم كلمات بها مد لين مهموز، هل معنى ذلك ان كل كلمه يجي فيها مد لين مهموز امد اربعه وسته على حسب ما بقرا البدلات؟ قال لك لا، ما هو لكل قاعده يا عم الشيخ استثناء، لكل قاعده ايه؟ استثناء. فكلمة موئلة بسورة الكهف في الآية تحديدا الآية 58، واو موئلة، أدي واو عليها رأس الحاء ووراها همزة، يبقى اسمه لين مهموز. هل معنى ذلك بقى أعمل نفس القصة اللي عاملينها فوق في كلمة شيء وشيء وسوءة؟ قال لك لا، دي تستثنى، دي هتتقري زي حفصة عن عاصم. بس خلي بالكو، هلاقي واحد يقول لي إيه عم الشيخ، أنت كاتب في الجدول غلط، انت كاتب قصر الواو. وتعلمنا في درس المدود يا عم الشيخ في التجويد ان كلمة القصر معناها ان انا مد حركتين. هقول لك خلي بالك، كلمة القصر في التجويد برواية حفص على العين والراس يعنى بها المد حركتين بس، لكن لما اجي اكلمك من مفهوم قراءات عشرة يبقى كلمة القصر قد يعنى بها معنيين. ايه هما؟ يقصد بها المد حركتين، يقصد بها عدم المد مطلقا، مفيش مد. طب انت هنا تقصد ايه في كلمة موئلة؟ كلمة موئلة قصر الواو هتلاقيني كاتب لك تحتها عدم المد مطلقا، ما تتمدش اصلا. يبقى موئلة في سورة الكهف قصرت وسطت اشبعت البدل، ما تمدش الواو، اوعى او اوعى تمد الواو في موئلة، خلاص. دي من المستثنيات. ادي الجدول الاول اللي علينا النهاردة، ماشي الكلام؟ تعالوا نبص على الجدول التالي، نشوف الجدول اللي بعد منه الجديد، خلاص. الجدول التاني اللي بتكلم فيه برضو كلمة الموؤودة بتاعت سورة التكوير، الآية نمرة 8، وإذا الموؤودة سئلت. هتلاقوني كاتب واو الموؤودة، هلاقي واحد يقول لي إيه عم الشيخ، واو الموؤودة أنهي واو فيهم؟ الواو اللي قبل الهمزة يا عم الشيخ، ولا الواو الصغيرة الصغيرة دية اللي مش باينة في المصحف اللي بعد الهمزة؟ هقول له يا أخي الكريم ويا أختي الكريمة، أنا عايز الواوين، الواو اللي قبل الهمزة والواو اللي بعد الهمزة. طب في فرق بينهم؟ قال لك آه طبعا، الواو اللي قبل الهمزة هي دية اللين المهموز، هي دية الإيه؟ اللين المهموز، ما الواو عليها رأس الحاء وراها همزة يبقى اسمه لين مهموز. طب يا عم الشيخ الواو اللي بعد الهمزة؟ لا، ده الواو اللي بعد الهمزة دي هي دي مد البدل، فلو انت بتقرا البدل اتنين يبقى دي لازم تتساوى معاها. طب بص كده الخانة معايا واحدة واحدة، انا مرتبها ازاي؟ كلمة الموؤودة لو انت بتقرا بقصر البدل، الواو اللي قبل الهمزة ما تتمدش، قصر الواو زي موئلة، زي موئلة بتاعت الكهف ما تتمدش. طب والواو اللي بعد الهمزة؟ لا، ده الواو اللي بعد الهمزة دي مد بدل. اذا كنت اصلا بتختم ختمتك بقصر البدل يبقى البدل اللي في الكلمة دي الموؤودة برضو هتتقري حركتين. ما هو ينفع امد البدل في حتة وما مدوش في حتة تانية؟ خلاص. طيب ولو انا بوسط البدل، الواو اللي قبل الهمزة برضو مش هتتمد زي موئلة. طب والواو اللي بعد الهمزة؟ لا، هتتمد أربعة، ما هو بدل الموؤودة سئلت. طيب ولو أنا بشبع البدل، برضو الواو اللي قبل الهمزة، ها عايز أسمع، مش عايز الناس تشاركني، الواو اللي قبل الهمزة تتمد ولا ما تتمدش؟ مش هتتمد، خلاص. طب والواو اللي بعد الهمزة؟ أنا سامع حد بيقول ما تتمدش. لا، أنا بقول اللي قبل الهمزة ما تتمدش، لكن اللي بعد الهمزة زي ما انت اشبعت البدل هتشبع البدل فيها، الموؤودة سئلت. وصلت؟ يبقى انت عندك واوين، واو مش هتتمد اصلا اللي قبل الهمزة، والواو اللي بعد الهمزة على حسب ما انت بتقرأ ختمتك في البدلات، قصرت يبقى تقصرها، وسطت توسطها، اشبعت تشبعها. حلو الكلام؟ طيب واو سوآتهما وواو سوآتكم، دي اول مرة اقولها في حلقات ورش،
لان لحد دلوقتي احنا لسه ما وصلناش في ختمتنا للاعراف ولا وصلنا لسورة طه. الله اسأل ان نصل اليهما بل يتم هذه الختمة بخير، اللهم امين. سوآتهما وسوآتكم، الكلمة دي برضو اجتمعت فيها المين المهموز الواو وآ، ما هو خلي بالك فيها سو ادي لين مهموز، آ الالف اللي بعد الهمزة ده بدل. هتقولي لي بس ما احنا عرفنا خلاص، الالف اللي بعد الهمزة يا عم الشيخ هتتعامل معاملة البدل عادي، هتتعامل معاملة البدل عادي خلاص، فدي مش هعلق عليها. الشغل كله على مين؟ على الواو اللي قبل الهمزة. فلو انت بتقصر البدل، هي دي بقى الكلمة اللي عايزين نحفظها كويس، يا ريت نحفظ هذه الكلمة وما عليها او وما يترتب عليها مع البدلات. الواو اللي قبل الهمزة مش هتتمد، قصر الواو يعني عدم المد مطلقا. لو انت بتقصر البدل اوعى تمد الواو. سوآتهما، الواو لا تمد، انما آتهما او آتكم ده بدل عادي اتنين، قصرت البدل هقصر برضو آتهما آتكم بدل حركتين زي الموقودة. طب ولو انت وسطت البدل، الخانة دي بقى هي اللي فيها كلام. لو وسطت البدل مش هتمد الواو. طب والبدل هيتمد أربعة، إذا كانت دي خانة توسط البدل يبقى البدل هيتمد. سوآتهما سوآتكم، ملاحظين الكلام اللي أنا عملته؟ أنا ما مدتش الواو خالص، أنا مديت مد البدل عادي عشان أنا أصلا في ختمتي بوسط بدل. طيب بس العلماء زادوا وجه تاني، قال لك بص طالما أنك هتوسط البدل يا عم الشيخ يبقى هي كمان الواو تتوسط زي البدل. اشمعنى البدل وسطته توسط الواو كمان؟ معقول؟ يعني اقولها سوآتهما سوآتكم، لا 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 لا، كمان مرة. لو انا بقصر البدل مش همد الواو اصلا، والبدل هيتمد حركتين اللي هو الالف اللي بعد الهمزة. طب ولو وسطت البدل؟ قال لك هنا بقى الشغل على الواو، يا ما تمدش الواو اصلا يا تمدها اربعة زي البدل، وكده كده البدل هيتمد اربعة. وصلت؟ طب ولو اشبعت البدل زي قصر البدل، يعني ايه؟ يعني ما تمدش الواو واشبع البدل. طب اشمعنى لما اشبعنا البدل ما مديناش الواو ستة؟ لا انا ولا انت ولا حد يقدر يقول حاجة، التلقي المشافهة، محدش يقدر يجتهد في القرآن ويجيب من عنده اوجه، هي كده الواو. لو قصرنا البدل ما نمدش، وسطت البدل ليك في الواو يا ما تمدش يا تمدها اربعة الواو، وكده كده البدل ماشي معايا اربعة. اشبعت البدل الواو برضو مش هتتمد زي قصر البدل، مش هتمد الواو لكن تمد البدل ستة. سوآتهما أو سوآتكم، وصلت؟ الكلام مهم، كلام مهم أوي أوي أوي. طيب آخر جدول، تعالوا نبص عليه. كلمتين عندنا مهمين بيمروا علينا، واحدة في الأنعام والتانية في يونس والنمل. الكلمتين دول أصلا يتقروا لكل القراء، خلي بالكم أنا بعمم قواعد أهو. الكلمتين دول أصلا يتقروا لكل القراء بالمد والتسهيل، بالمد وإيه؟ والتسهيل. يعني يتمد ستة، ما هو مد لازم. الذكرين الله، طب ما هو حفص بيعمل كده بيمدهم ستة، ما انا بقول لك العشرة كلهم. طب وايه تاني؟ في وجه تاني؟ اه ده ورش بس اللي هيعمله،
ما انا بقول لك العشرة كلهم، انا بتكلم على الكلمة دلوقتي مجملة لسه ما ربطهاش ببدلات. الكلمة دي الالف بتاعت آية تتمد ستة خلاص، يا اما تقرأ بالتسهيل الذكرين الله. وطبعا احنا شغالين في ورش دايما همزتين لما كانوا يجوا جنب بعض كنا نسهل التانية الذكرين الذكرين الله الله الله. طب الكلام ده مجمل حفص كمان. خلي بالك وانت بتختم في حفص في القرآن وتختم الختمة بتاعتك. طب وبورش انت قلت لنا يا مدي ستة يا سهل صح؟ طب ربطت لنا بقى بالبدل، ما هو ده اللي عامله في الجدول اهو. لو قصرت البدل يا عم الشيخ فأذكريني في الأنعام، وعلى فكرة جت في الأنعام في الآية 143 والآية 144 الآيتين ورا بعض. لو أنت هتمد البدل حركتين بالقصر مالكش إلا أنك تمد ستة وبس، مفيش تسهيل مفيش تسهيل، أنا بأكد أهو تمد ستة وبس. الإبدال مع الإشباع أذكرين. طب ولو أنت بتقرأ البدل أربع حركات بتوسطه يتمد ستة يتسهل، حتى تلاقيني كاتب لك ألف الإبدال مع الإشباع به التسهيل. طب ولو بمد البدل ستة إشباع برضه زي التوسط يتمد ستة يتسهل. يبقى الحاجة الوحيدة مع قصر البدل اللي اتمنعت هو التسهيل، ما ينفعش تسهيل مع قصر البدل. تاني انت ملاحظ ايه من الخانات بتاعت الذكرين؟ في حاجة اتمنعت؟ انا حاسس ان خانة قصر البدل ما فيهاش تسهيل. ما انا هو ده اللي انا بقول، ان ما فيش تسهيل مع قصر البدل خلاص. طيب كلمة الله، لا الله دي بقى ما فيش حاجة ممنوعة خالص، يتمد ستة يتسهل. الله الله قصرت البدل تمد ستة او تسهل، وسطت البدل تمد ستة او تسهل، أشبعت البدل تمد ستة أو تسهل. وصلت؟ هلاقي واحد يقول لي شمعنا؟ لا مفيش في القرآن حاجة اسمها شمعنا، مفيش حاجة اسمها في القرآن شمعنا، ومفيش حاجة اسمها في القرآن أقيس قياس. طب يا عم الشيخ ما نقيس الذكرين على الله، معاك دليل؟ معاك دليل هنطبق القرآن الأصل فيه التلقي والمشافهة والدليل. مشايخنا علمونا اتصال السند للنبي عن رب العزة، معاك دليل؟ مفيش دليل. حتى الإمام سيدنا الإمام الشاطبي ماذا قال؟ وما لقياس في القراءة مدخل، ما ينفعش تقيس، فيش حاجة اسمها في القرآن اشمعنا، مفيش حاجة اسمها. طب ما هو ورشة قال الكلمة دي هنا واتكررت في الصورة دي، طب ما تتقالش زيها هنا ليه؟ اشمعنا؟ لا مفيش اشمعنا عندنا في القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له ها لحافظون، فيش فصال، ده ما فيهوش فصال لا بالمرصاد، ما فيش خلاص. طيب ادي ثلاث جداول النهارده خدناهم مع اربع جداول في الحلقه اللي فاتت، يبقى معاكم كام جدول هديه؟ معاكم سبع هدايا، معاكم سبع هدايا، ولسه الهدايا مستمرة بعد رمضان إن قدر لي البقاء واللقاء إن كنت من أهل الدنيا. ماشي الكلام؟ طيب إن شاء الله بإذن الله تعالى، يعني برضو عشان نبقى ماشيين يعني النظام أساس النجاح، أول حاجة هعملها إن شاء الله ما بعد رمضان هرجع الجداول دي عشان أستمر في جداول جديدة، لأن ما ينفعش إن أنا أمدي حاجة جديدة وأنا ما رجعتش على القديم. هبص على الجداول دي واستمر بعدها مباشرة بإذن الله تعالى. ماشي؟ طيب تعالوا بقى نستمع للتلاوة المنهجية من الآية 58 وإذا ناديتم إلى الصلاة. خلاص مفروض ان احنا بنقرأ صفحة بس، انا عايز اختتم الربع عشان نبقى واقفين عند بداية ربع بعد رمضان ان شاء الله. ماشي الكلام؟ يلا نستعذ بالله ونبدأ ان شاء الله، وبعد ما بعد الأداء بإذن الله تعالى اتلقى اتصالاتكم بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ناديتموه
إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أنا منا أنا إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم
القيامة. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. بارك الله فيكم. الحقيقة آيات النهاردة طيب معنا الاتصال الأول. السلام عليكم يا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله يا محمد. الحمد لله. بارك الله فيكم. تفضل بالقراءة يا محمد. نعم تفضل يا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا. نعم. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أنا منا نعم. وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله. بس خلي بالك يا محمد. نعم. بشذم رقق الشين والراء. نعم. اقرأ. قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه وغضب عليه
وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. لا لا تقلقل التاء. نعم. الطاغوت. نعم. وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وانتبه إلى الطاء. نعم. وعبد الطا طا طا وعبد الطاغوت. أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. انتبه انتبه يا محمد إلى اللام. استشعرت نعم. منك أنك تغلف اللام. وأضلوا رقق اللام. أعد هذه هاعد هذا المقطع وأضلوا. نعم. وأضلوا عن سواء السبيل. بارك الله فيك يا محمد أحسنت. وفيكم بارك إن شاء الله. الله يكرمك. معنا متولي. السلام عليكم يا متولي. إزاي حضرتك يا مولانا؟ الحمد لله يا متولي. ربنا يكرمك. عندي سؤال بس قبل أن أشرع في القراءة. تفضل. جزاكم الله خيرا. الضاد الساكنة اللي بيأتي بعدها تاء أو طاء مثلا. نعم. هل فيها إضغام وإن كانت للسوسية أو لغيره؟ لا ما فيها إضغام. أصلا بلاحظ بعض القراء يعني بيضغموها. لا يا أخي الكريم ليس بها إضغام لأحد من القراء. لا لا أنا بقول لك بلاحظ قراء من القراء بتوعنا مش لاحظ اللي بسمعهم يعني. بص يا متولي. نعم. الضاد الضاد لم تضغم إلا على رواية السوسي عن أبي عمرو البصري. نعم. ولم تضغم إلا في موضع واحد في كتاب الله تبارك وتعالى في سورة النور. لبعض شأنهم. الله يفتح عليك. لبعض شأنهم. أيوة. فإذا استاذنوك لبعض شأنهم فاذن لمن شئت منهم. نعم. خلاص. لهم الله. تمام. أكمل يا متولي. من أين؟ وإذا جاءوكم. الآية 61. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءوكم قالوا قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. ليه ملاحظة يا متولي. تفضل. انت قرأت بإشباع البدل صح؟ نعم. طب نسيت ليه بدل جاءوكم؟ مد الواو. اي نعم. يلا. معذرة يا مولانا. والله يهمك. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يصنعون. بارك الله فيك يا متولي. جزاكم الله خيرا. خيرا جزاك يا متولي. معنا أحمد. السلام عليكم يا أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أحمد. إن شاء الله. اقرأ وقالت اليهود. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق
يرزق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين أكمل. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. بارك الله فيك يا أحمد. جزاك معنا الأخت زينب من ليبيا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أخت زينب. أقرأ بداية المرد شيخ. من مطلع الصفحة سورة المائدة الآية 58 وإذا ناديتم إلى الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا. بس يا أخت زينب. ذلك. يا أخت زينب. وضحي تغليظ اللام، أتقرأين برواية حفص أم بورش أم بقالون؟ تسمعيني؟ علي صوتك يا أخت زينب لكي أسمعك جيدا. تقرأي برواية ورش؟ نقرأ بورش. طيب وضحي تغليظ اللام. الصلاة الصلاة. اقرأي وإذا ناديتم. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. اللام ليست مغلظة. ذلك يا أخت زينب. يا أخت زينب وضحي تغليظ اللام. الصلاة لا مش الصلاة. ليست اللام مرققة. اللام ليست مرققة، مغلظة لورش. أعدي مرة أخرى. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أنا منا بالله هل تنقمون منا
إلا أنا من نادي الله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم انتبهي الى النقل. قل هل نبئكم اقرأي. قل هل نبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. بارك الله فيك يا أختي زينب، أحسنت. معنا محمد من القاهرة، السلام عليكم يا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكمل يا محمد. ماشي إن شاء الله. وإذا جاءوكم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وإذا جاءوكم قالوا وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. بارك الله فيك يا محمد، أحسنت. الحين تلقي اتصالات أخرى إن شاء الله. طيب معنا شيء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي شيماء. أقرأ مين بعد إذن؟ وقالت اليهود إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء
وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. خلي بالك الهمزة الثانية تتسهل بينها تاني وألقينا بينهم بغضاء إلى صح؟ نعم فتحة لولا سهل وألقينا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. بارك الله فيك يا أختي شيماء. فيك الله. الله يكرمك. معنا الحاجة أم أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة شيخنا الجليل. الله يكرمك يا حاجة أم أحمد. بارك الله فيك. بارك الله فيك وكل عام وأنتم بخير. وحضرتك بخير. الله يبارك فيك يا رب. اللهم آمين. نبدأ من نطلع الصفحة؟ نعم إن شاء الله. سوف أقرأه بالإشباع إن شاء الله. تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا. بس أقول ملاحظة. نعم. خلي بالك من التفخيم بتاع الخاء اتخى ولا اتخى. اتخى. تمام. حاضر. اتخذوها هزؤا ولعبا. نعم. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أنا آمنا بالله وما أنزل إلينا من قبل وأن أكثركم فاسقون. بيني فتحة الراء. وأن أكثركم فاسقون. قل هل نبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر
مكانا وأضل عن سواء السبيل. بارك الله فيك. الله يديك الصحة. الله السلام عليكم. عليك السلام. معنا الأخت حنان من المغرب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. سبحان ربي، ده كان آخر اتصال معنا في حلقة اليوم. إن شاء ربي قدر لي البقاء واللقاء ما بعد شهر رمضان المبارك. هنستقبل الجداول الخاصة بتلخيص أوجه ثلاثة البدن لورش عن نافع. وخلي بالكم من الجداول دي هي اللي هتركب أوجه الآيات كلها. يعني مش معناها أن أنا فكيت الأوجه أن خلاص بقى بعدنا عن الأوجه، بالعكس. ده لما أجي أذكر أوجه خانة جنب التانية جنب التالتة، القصر ماشي عليه كذا، التوسط ماشي عليه كذا، الإشباع ماشي عليه كذا، يبقى مجموع الأوجه بثلاثة البدل ماشي عليه كذا. ماشي الكلام؟ يبقى دوت الجداول دي في منتهى 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 الأهمية، لأن أنا رأيت فيها كل الأوجه برواية ورش من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. ماشي الكلام؟ طيب، يعني ده إن شاء الله هيكون منولنا ما بعد عيد الفطر المبارك. هنراجع السبع جداول اللي أخذناهم، حلقة اللي فاتت كان أربعة والنهاردة ثلاثة الجداول، ونستكمل باقي الأوجه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، أذكر نفسي وإياكم بتقوى الله تبارك وتعالى، وإن شاء الله غض البصر وانتهاز واغتنام أيام شهر رمضان المبارك، ما بين ختام للقرآن، ما بين التصدق بالصدقات، ما بين الخضوع لله تبارك وتعالى بالدعاء له سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يرزقنا ختام القرآن، كما أوصي نفسي وإياكم بتحصيل العلم في هذا الشهر المبارك، فإن لهذا الشهر منزلة مباركة في تحصيل العلم وفي الدعاء وفي الاستغفار، فإنه تبارك وتعالى أرسل إلينا هدية، فيا ليتنا نقبل هذه الهدية ونغتنم فرصة هذه الهدية. فبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، وأحسن الله إليكم، وإن شاء الله نلتقي بعد عيد الفطر المبارك إن قدر لنا البقاء واللقاء. لا تنسوني من صالح الدعاء، وأنا أيضا لا أنساكم من صالح الدعاء. كل عام أنتم بخير، وإلى الله تبارك وتعالى أقرب. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة، واشتروا الخير بضاعة، من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول، والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. إن شاء الله ألقاكم بعد عيد الفطر المبارك. الله أسأل أن أتقبل منا الصيام والقيام وسائر الأعمال، إنه ولي ذلك ومولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أنعم بالقارئ والسامع لرواية